الطوبة الرابعة، الطوبة الرابعة هي استثنائية الحقيقة، وبخصوص رمضان أو هلال رمضان. قد تبدو إنه ملهاش علاقة قوي بالعمارة، زي ما بنتكلم دايما العمارة المحكوفة بالاجتماع والاقتصاد والسياسة وما شابه، لكن لا ليها ارتباط طبعا. وخلينا نبص لما بنتكلم دايما على تعامد الشمس على وجه رمسيس اللي بيحصل في فبراير وأكتوبر، احنا بنتكلم على ذكرى مهمة جدا. الشمس بتتعامد وشوف ازاي عبقرية أجدادنا وحسبوها ازاي، والتعامد ازاي دقيق. طب ما تيجي نروح بقى لبقية المساحة، مساحة القمر والشمس والأرض والعلاقات دي اللي كانوا أجدادنا شاطرين فيها. والنهارده المفروض النهارده احنا بنشوف الرؤية بتاعة الهلال، يعني عايزين نعرف إذا كان النهارده اتولد شهر جديد، شهر هجري قمري جديد اللي هو بيتكون من 29 يوم ونص، وعشان كده ممكن يبقى في شهر 29 وفي شهر 30. هل هو اتولد النهارده شهر جديد فبكره يبقى رمضان، ولا ما اتولدش وبالتالي بكره بقى المتمم وبعد بكره يبتدي رمضان؟ ايه بقى قصه المتمم ورمضان وكده؟ يعني ده الهلال اللي المفروض نشوفه النهارده قبل الفجر، قبل من بعد الغروب على طول. لو ظهر ده بعد الغروب على طول يبقى ده بدايه الشهر الجديد، لكن لو ما بانش وبان مع الفجر او قبل الفجر على طول دوت يبقى ده نهايه الشهر. الهلال بتاع نهاية الشهر بشكله كده، وده بتاع بداية الشهر. تعالي هنا، أنا عايزك تركزي معايا. تخيلي إن أنت راسك دي الأرض، أوكي؟ لو أنا عامل الشمس هنا، أنت دلوقتي شايفة الشمس؟ لا. تمام، يبقى أنت دلوقتي أكنك في الليل، وشك في الليل وظهرك هو اللي في الشمس، اللي في النهار يعني. لفي لفي لفي، شفتي الشمس؟ تمام، بقى ده نهار. طيب لو أخدنا تخيلنا ده القمر، اوكي مركزه معايا. القمر بيلف حوالين مين؟ حوالين الارض، وانت بتلفي حوالين نفسك مره كل يوم، ويبقى القمر بيلف حوالين الارض مره كل 29 يوم ونص اللي هو الشهر الهجري، صح كده؟ والارض والقمر بيلفوا حوالين الشمس مره كل سنه، تمام؟ طيب القمر بقى هو بيلف بيحصل ايه؟ انت دلوقتي باصه ناحيه الايه؟ الشمس. الشمس، فده نهار، تمام؟ لو القمر هنا هتبقي انت شايفاه بالنهار؟ لا. طب لفي كده بقى وروحي بالليل، شايفاه منور؟ اه. هو بقى القمر بيقعد يلف 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 يلف, يلف لغايه ما يوصل هنا. دايما الشمس، خليكي مكانك، رايحه فين؟ الشمس دلوقتي منوره ايه؟ نص القمر، صح؟ يعني منوره ده. يجي بقى هنا انت شايفه مين من القمر؟ ده النص اللي منور، شايفه ايه؟ الحته الصغيره دي، صح؟ لو شفت الحته دي اللي صغيره جدا ده الهلال اللي هو باين من نص القمر. لو شفتيه بعد الغروب على طول، يعني بعد الشمس وهي بتتحرك كده القمر بيتحرك معاه، يبقى بكره شهر جديد. اوكي؟ ويفضل يلف يلف يلف, يلف لغايه ما يوصل هنا تشوفي ايه؟ نص الدايره منور. وورا كده يبقى قد ايه؟ بص كده للفيل وتبقي شايفه كل الايه؟ قمر، عشان هو منور من الشمس. لغايه ما نوصل للاخر، اخر يوم في الشهر يجي قبل الفجر على طول، يبقى بدل ما الهلال كان كده يبقى الحته اللي هي ايه؟ كده اهو. اوكي؟ طب ليه ما بيجوش قدام بعض التلاته؟ بيجوا كل كام سنه كده. ليه بقى ما بيجوش كل سنه؟ عشان القمر هو بيمشي بيمشي كده، عشان ما يجوش قدام بعض فدايما نبقى نشوفهم. فاهمين؟ طيب يبقى تعالي نبص بقى كده. يبقى دلوقتي ده لو النهارده بعد الغروب على طول شفنا الهلال ده، يبقى ده بدايه الشهر. طب ما شفناهوش، نستنى لغايه قبل الفجر هنشوف ده، يبقى ده نهايه الشهر. تمام؟ احنا ادي الارض بتاعتنا. وعشان كده بقى ده اللي بنحكي عليه. النهارده لو رحنا وعد الغروب على طول، مع الغروب اول ما الشمس تغرب ندور على الهلال اللي شفناه، يبقى النهارده ابتدى الايه؟ يبقى بكره بدايه شهر جديد، وبكره ايه؟ رمضان ونصوم. نشوف بقى النهارده هيبقى الهلال اخباره ايه؟ والعلاقات اللي ما بين الارض والشمس والقمر مهمه جدا. ممكن نبقى مره ثانيه نتكلم على الكسوف والخسوف، لان دي هو ده العلم اللي كانوا اجدادنا متميزين بيه. دي الطوبه الرابعه.